عند كلب مسيدنا الله ينصرو، عند مسيدنا الله ينصرو يجيب هاد ولاد كدبوهم، يقول هاد ولاد ما مراتيش ماشي معوقين، وعند مسيدنا الله ينصرو يتحقق هادشي يوصلو ويتحقق هادشي لهاد ولاد خصو داروا له، وعند المسيد العامل يحقوا هادشي يوصل عند كلب لهاد الشيء اللي كيكذب، خصو يجي يشوف هاد ولاد واللي بغى يطلب بغى يجي مع خوتي المغاربه اللي بغى يجي يشوفهم مباشره مرحبا به يجي يشوفهم، اللي بغى يجي يشوف هاد وليدات يجي يشوفهم الى مراتين، انطلب بالمسؤولين ونطلب مسيد العامل ونطلب سيدنا الله ينصرو يجي يشوف هاد وليدات، يشوفوا الطبيب الى هما مراتين معوق خصو يجي يشوفوهم، راه هاد وليدات راه حنا انطلب خوتي المحسنين اللي يشوفهم ويحدي بهم دابا، اللي قد ما يقيل خير فليكوش يعاوني فليكوش، اما تشوفوا الحاله ديال راهم هادي دابا البشرة عندها 38 سنة، الولد راه عندهم 35 الفوق، البنت الصغيرة عندها 14 سنة، ما كاين لا خدمة لا حتى شي حاجة مقابلة هاد الولاد، هاد النهار ديت جوج ديال الدجاج ديت بديت بشي سبعة من فؤاد أملي، باش جبت لهم التقضية، وراه سي عبد الله هو اللي جاب لي ديك التقضية لا عندهم، باش جبت أنا عبيت بعتي الدجاج باش جبت لهم يتقداو، باش جبت لهم ما ياكلوا داك الوليدات، مليت لهم، وهانتا تشوفوا الحالة ديالهم. وأتشوفوا الحالة ديالهم كيفاش دايرة، راه حنا عييت وأنتم سيدنا الله ينصرو يعطيهم باش يخرج لهم باش يعيشوا، غدايا أنا ماشي مبقاش عايش ديما، لابد يجيب ربي الممات وغادي يبقاو مثل ما كانش اللي يقابله ما كانش اللي يكون بهم، غدا تحي ماهم دعيا ماهم دمرت ما كانش اللي يقابله، ما عندهم لا باش يعيشوا ما عندهم لا باش حتى حاجة ما عندهمش باش يكونوا، ودابا أنتم سيدنا الله ينصرو وسيد العامل الله يجازيه بخير يتناظروا في هذا الشيء ويشوفوا، وخوتي المغاربه والمحسنين يحذوا في هذا الشيء، اللي قد ما يقيل خير في هاد الوليدات ها هو يشوف فيهم، واللي بغى يجي يشوفهم مباشره كما راهم يجي يشوفهم يحذيهم كما راهم يشوفهم، ونتمنى هذا الشيء يوصل للرباط ويوصل لسيد العامل ويوصل حتى لرئيس الجماعه يوصل له، هذا الشيء نتمنى رئيس الجماعه يوصل له، أتمنى هاد الشيء وصل حتى للرئيس الجامعة خصو يوصل له باش يحقق ويشوف حتى هو يشوف هاد الشيء شنو كاين، هما ثلاثة الوليدات لا حتى حاجة، ما كاين اللي يجي عندي ما كاين اللي يشوف، الطبيب ديالهم شنو هو؟ هو السحتر، الطبيب ديال هاد الولاد هو السحتر، الطبيب عندي في الدار، الطبيب هو عندي في الدار، ملي مرت أنا أعطيه السحتر، ما نعرفو واش كرشي يحرقو، واش راسو يحرقو، واش يدو، واش ترسا. والله الله اعلم بهم، ايبقى طايح 4 ايام 5 ايام 6 ايام ترى يولي ينوض، هذا هو الدواء اللي عندهم هو السحتر، هذا هو الطبيب ديالي، ما جيت ما جاتش لا بينات وقال لي ندير الطبيب، ما جاني مشي طبيب وشافهم قال نديهم نشوف هاد الاولاد مالهم، من ذاك الوقت فاش جا سي عبد الله الله يجزاه بخير، من ذاك الوقت الى لهاد الوقت الى لها تعيط 3 شهور من جيت انت ملي كبر ذاك 3 شهور تجي دابا انت، وجا وعاون شي مسؤولين جا وعاون شافوا ومشاو، دابا حتى حاجه ما كاين، حتى حاجه عييت حتى حاجه ما كاين، ما عجبني لا اللي يعاونني ولا اللي يشوفهم، وانطلب من المسؤولين يحقوا هاد الولاد، واش معوقين مراتي ولا هاد الشيء يكذب، باش يقولوا ودي هاد الشيء سي عبد الله هاد الشيء راه يكذب، هاد الشيء راه صحيح سي عبد الله هاد الشيء، وكما شافوش هاد الشيء سي عبد الله صحيح راه ما يقولش هاد الولاد اودي راه ما مراتيش، راه وصل لي لهم وشافهم بهادي عبد السي عبد الله ثلاثة المرات هو يجي بهادي الثالثة، هو يجي يشوف هاد الوليدات بهادي الثالثة، السي عبد الله يجازيه بخير الله يكثر خيره الله يرحم له الوالدين، هو اللي جاب لهم التقضية هاد النهار ديالهم اللي وصلهم للدار، والسلام عليكم.